تعبني كثير صح، حتى اني في لي زيميسيون ما كنتش، وحتى الحفل اللي داروه في رمضان ما كنتش قادره، كان لازم نروح للبلاد نرتاح شويه ونخرج من نبيله. تعبتني شويه شخصيتها نفسيا، تعبتني تاثرت بها كثير، خصوصا لما مات ولدها، زاد كانت خايفه على ولدها الاخر. يعني اثرت عليا نبيله بزاف هذا العام، دونك تعبت شويه. راني نقرا في ان رومون للكاتبه الجزائريه ميسا باي، لكن عمل درك كاين الراحه ان شاء الله والاستجمام. ان شاء الله نرتاحوا باش نعاودوا نرجعوا بقوه ان شاء الله.